السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف صبحتوا؟ كي دوزتوا البارح النهار الاول في رمضان؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون الامور كلها دازت عندكم بخير وعلى خير. المهم انا صباحي بديتو هو الاول، حيت الغدا ديال البنات درت لهم هنايا شليضه باردون ديال المطيشه، وهنايا شويه ديال البرباس لقتها ودرت لها مليحه وشويه ديال الخل وشويه ديال البزار وزويته بلديه وربع، ودرت لهم هنايا واحد الطويجين اللحم بالبطاطا والزيتون والمصير. صافي غادي ندوز دابا نحط لهم غداهم باش يتغداو هو الاول. وهنايا غادي ندير واحد التحليه، خرجت واحد 250 غرام، واحد ربعة هكاك ديال الفرومبواز. غادي ندوز دابا غادي ندير لها واحد جوج معالق ديال السنيده ونخليها تطلاق وتطلق داك السيرو ديالو، يطلق مزيان داك السيرو ديالو، وندوز باش نحضروها ان شاء الله. غندير دابا نوجد هاد التحلية لي قلت ليكم، غنديرها بالفرومبواز إن شاء الله. خديت هنايا بيسكوي، هداك التمارية لي كنت ديجا بارطاجيت معاكم هو لي خديت، هادي فيها 200 غرام. غندوز للطحنة، غنطحنو مزيان وغادي ندير الزبدة باش نشدو. غير هاد البسكوي ماريا راه تيكون شويه ديجا هو ميدم، ما كيهزش لينا الزبده بزاف، ماشي بحال داك البسكويت الصابي. هنايا غادي نضيف الزبده وغادي نعاود نطحن ونشوف ديك الساعه الا خصاتني نعاود نزيدها. المهم القياس اللي غيكون عندي البسكوي نقدر نتحكم بيه في المول، ونجبد ديك الساعه المول ونخدمو ديريكت. انا البنات غنستعمل هذا الاطار هذا المربع، هاد المولادات يتحل من الجناب هو اللي غنستعمل ليه. غنجي غادي ننزل فيه البسكوي، غادي نسرحو بنفس الطريقه دائما، سواء ديرو معلقه سواء ديرو يديكم او لا الكاس، ولا حتى اللي عنده ديك اللعيبه ديال الحرشه داك الخط الفوقاني باش كنبسطو الحرشه، حتى هي صراحه كتعاون كتسهل عليكم القضيه. صافي غنبسطو غنغطيه وندخلو للتلاجة يشد فراسو، وندوز نوجدو الطبقة التانية. بالنسبة للطبقة التانية خديت هنايا واحد كاس الحليب ولكن بارد، يكون بارد ضروري، وغادي ندير فيه خويتها كلها نصها خويتو. غادي ندير هنايا بودرة ديال الشونتي، انا البنات حاولت نبسطها معكم، نورمالمون كنديرها بكريم خشب هي باش كنديرها، ولكن انا هنايا بسطت معكم اللي ما عرفتش مالي اليوم صافي وليت غير كندير بسطت معكم باش هكا تيكون سهلة. هنايا غادي نطرب مزيان تطلع عندي هاد الكريمة هادي. هانتوما الكريمة طلعتها مزيان تشدات في راسها. غادي نجي غادي نضيف ليها علبة ديال الجبلي، الجبن ديال الجبلي تقدرو تستعملو أي جبن، وغادي نضيف كذلك واحد بيرلي، لأن نورمالمون أنا هاد الوصفة هادي كندير فيها علبة ونص ديال بيرلي. بالنسبة إلا متوفرش بيرلي أو إلا متوفرش عندكم جبن هاد الجبلي، المهم ما عرفتش قلت لكم واقيلا راه كندخلو نخرج في الهضره استسمح، كديروا بواطه ديال الجبلي اون كاو ما عندكمش جبن، غديروا هذا بيرلي، سواء كديروا ثلاثه ديال بيرلي سواء بواطه ونص ديال الجبلي. انا عندي غير بواطه وحده ديال الجبلي، غادي ندير بواطه ديال الجبلي وحده ديال بيرلي. المهم العبار تيكون واحد الربعة ديال الجبن هكاك هي لي كندير، تقريبا واحد 250 غرام. هو الصراحة بالجبن كتجي أحسن، أحسن من إلا درتو بيرلي شوية. علاش؟ حيت بيرلي تيكون شوية القوام ديالو جاري، ملي كضيفوه بحالا كي هاد الكريمة هادي مكتشدش في راسها، ولكن إلا درتو الجبن جبلي أولا الريكوطا أولا غير الريكوطا مسوسة، إلا درتو الريكوطا تزيدو السكر. هنايا الجبن أصلا هاد جبلي وبيرلي تيكونو حلوين. انا ملي كندير مثلا هذاك اللي كنت بارطاجيت معكم ديال الراعي ما كنزيدش السكر، حيت القوام ديالو هو هذاك زعما ما يحتاجش السكر. المهم نعاود نطرب
نطرب مزيان حتى ينسج مع هذا الجبن هذا مع هذا الكريمه. خرجت البسكوي ها هو شتو شاد فراسو. غادي نجي راه كيقصح ملي كتدخلوا للثلاجه سي نورمال حيت ديك الزبده كتشد فراسها. غادي نجي غادي ننزل هاد الكريمه وانتم كيبان لكم القوام ديالها. يا صراحه بالكريم فريش كتجي احسن، غير قلت باش نسهلها عليكم. راه تقريبا نفسها كنت نزلتها غير هي ديال الفريز. دابا غادي نبدل الطبقه، غادي ندير الفرومبواز صافي. غادي نحاول باش نسرح مزيان. الا درتو كريم فريش كتجي شويه هاد الطبقه بالنسبه للناس اللي غيستعملوا الكريم فريش ماشي مشكل، واخا ديروا بيرني كتجي شاده فراسها. بالنسبه الى استعملتو الشونتي ضروري البنات ما يكون الحليب بارد مزيان، وضروري ما تخدموها مزيان، خدموها مزيان. الا كنتو غادي ديروا معها بيرلي ديروا غير كاس ديال الحليب ديال العنبه. الا كنتو غادي ديروا الجبن كيف ما درت انا ديروا كاس تقريبا كاس ونص ديال العنبه. هذاك الكاس اللي درت انا غيعطيكم ديك كاس ونص ديال العنبه. كنتمنى تكون وضحت لكم مزيان حيت القوام ديال بيرلي شويه جري ماشي بحال الجبن الاخر. المهم من نسلتها غادي نحاول بحال كنضغط بالسباتول حيت شويه القوام ديالها ثقيل، تقدر تبقى يبقاو ليا شي بلايص ما غيوصلوهمش. فاش كتحلوها كتبان لكم بحال حفيره هكا في الجبن اولا في هذه الطبقه ديال التشيز. المهم غادي نستمر بنفس الطريقه، نضغط هو الاول تنعمر البلايص كاملين، عاد غادي نسرح لها الوجه ديالها وندخلها عاوتاني للثلاجه. خصها خصني سباتولا اخرى غادي تطيح ليا من هذا ديالها. قلت لكم وندخلها للثلاجه وندوز باش نوجد ان شاء الله تبقى الثالثه. هنايا خديت واحد الزلافه غندير فيها الماء، خديت جوج وريقات ديال الجيلاتين وغادي نشدهم وغادي نرطبهم هنايا. بالنسبة الى ما توفرش عندكم الجيلاتين كنحاول هكا نعطيكم حلول، حيت عارفين مع هاد الكونفينمون شحال من حاجة ما كايناش. اللي ما عندوش هذا كي قلت لكم الجيلاتين يقدر يعوضو بجوج معالق النشا. غي انا شنو غادي ندير دابا، ندير الجيلاتين ما غاديش نحتاج باش نرد هاد الفريز هاد الفرومبواز، حيت انا بغيت هاد الحبيبات هادو د الفرومبواز يبقاو ليا. شتو كي دار كي رجع مره مره فيما تستحدى كنبدا كنمعكو هكا حتى تفتت كله. اصلا ملي تيكون كونجلي تيكون ساهل انه يتفتت صافي. هو طلق داك السيرو ديالو غير بديك الملحه بديك بليتو ديك السنيده. دابا شنو كي قلت لكم غنرطب لوريقات الجيلاتين هنايا. غنعطيكم الحل كي الا ما كاينش سميتو غتشدو ديرو في كاسرونه هاد الفرومبواز وغضيفو عليه واحد جوج معالق ديال النشا، واحد ربع كاس ديال الماء، وتبقاو تخلطوا حتى يعقد فراسو وتخويوه تبقى هذا فوق الكيك، ولكن نخويوه غير بشويه باش ما يتقبش ليا الطبقه ديال التشيز. انا ملي عندي الجيلاتين غنخليهم هنايا هما مرطبو. غادي ناخذ واحد جوج معلقات ديال الماء غنديرهم في الكاسرونه ونديرهم يسخنوا مزيان. ها هو الماء كي قلت لكم درتو حتى غلى مزيان. غنعصر هاد الجيلاتين وغادي نلحو في هاد الماء بالخف، غادي نجي نحرك هو دغيا تيذوب لان الماء سخون. من بعد غادي نجي غادي نضيف هاد الجيلاتين على هاد الفرومبواز، ولكن غادي نحرك دغيا. علاش؟ لان عندي فرومبواز متلج دغيا غيشد هاد الجيلاتين صافي. غادي نخلط مزيان. فوالا هما تخلطو مزيان. بغيتو تزيدو النكهة ديال الفرومبواز تقدرو تزيدوها منها، كتعطيكم اللون وكتعطيكم حتى الهدا. انا لا نخليها هكا طبيعية. غادي نمشي نجيب الكيك ديالي باش نخوي فوقو اولا التشيز كيك ديالي باش نخوي فوقو هداك الكريمة نجبدو غير من الثلاجة. فوالا هو استسمح بغيتي تلقى الماء بالجهد يمكن ما تسمعنيش.
خلط مزيان وتاكد بلي راه مبرد. تشيز كيك ها هو بجد غادي نغطيه غندخلو للتلاجة. ودائما تنقول لكم التحليه كتبغي ديما الصباح طيب الصباح. انا عاوتاني نفس الغلطه درت، ما كنتش صراحه معوله نديرها، كنت قلت ندير هذا شي حاجه هكا ما تحتاج زعما تبرد بزاف وسميتو، ولا يستحسن ديروا الحاجه بحال هكا مورا الفطور، صايبوا شي حاجه على حساب غدا وتخليوها. بون غادي نمشي ندخلها للثلاجه دغيا باش تبرد، الا كنتو زربانين تقدروا ديروها في الكونجيلاتور، المهم على الاقل تبقى واحد ساعتين في الثلاجه. هنايا غادي ندوز ان شاء الله باش نوجد الملح، غادي ندير لي كيش و لي بيتزا لي ميني بيتزا. ديجا ندير الفون ديال الكيش وندي ديال البيتزا، ندير كلشي في الطون حيت ديجا شويه مشى الحال. هنايا درت البصله، درت هنايا جوج بصلات كبار على حساب، غندير نطيب في خضره بصله درتها على حساب لي كيش وبصله على حساب البيتزا. غندي لها غير مليحه وزيت البلديه وغادي نغطى على حسب الضغط شحال وتطيح مزيان تبان وتعسل مزيان كتجي بلديده. صافي الحشوه غادي ندير الطون، هو اللي غندير لا في الكيش ولا في البيتزا، وغادي ندير الطاجين ندير الطواجين عاوتاني للعشاء. وجدت حدايا انا كلشي هذاكشي اللي غادي نبغي، وغادي نعمر كلشي في خطره. عندي انا لاصوص ديجا واجده، داك النهار شتوني درت لي فون في الكونجيلاتور، غادي نجي غادي نبدا نعمرهم. بالنسبه لي كيش غادي ندير هاد الصغيورين هادو، هما اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله حيت هما اللي كاينين عندي في الكونجيلاتور. هما كيشوف صغيورين القياس هذا الصغيور هو اللي غادي ندير، غيخصوني حيت ما بقاوش عندي. المهم شي نهار غادي نصايبهم. الاكثر يعني كتسولوني على شي وصفه ناجحه، انا غندير معكم واحد الوصفه كانت دارتها لنا الشيف خدوجه زوينه. غادي نديرهم ان شاء الله من الحلوين كاينين عندي، ما غاديش نديرهم دابا حتى يخصو عاوتاني شي نهار نصورهم. المهم غنستمر بنفس الطريقه نايطالي لاصوص فوق لي ميني بيتزا ونطلق. غادي ندوز غادي نبدا نضيف دابا هذا انا ليطاب ديال التعمار ديال البيتزا وجربوا هذه الطريقه. الا عندكم الزيت اللي فيها اللي كيكون فيها الازير والزعتر ودوك العشوب دهنوا بها لاباط هو الاول، عاد ديروا لاصوص ومن فوق لاصوص جيو ديروا الموتزاريلا هي الاولى، عرفتي كتعطي هذيك التعليكه احسن الا درتوها الفوق. يعني هذه هي الطريقه باش كنعمرهم. وعاد ديك الساعه غادي نجي نضيف على حساب شنو هي الحشوه اللي غادي ندير. انا هنايا كي قلت لكم غادي نديرهم بالطون، غادي نجي نحط الطون، لا بلوتو قبل ما نحط الطون ندير هذا، غادي نديرهم فيهم شامبينيون كيعجبوني بلي شامبينيون. عاد غادي ندير الطون، انا ما كنديرش لا فلافل لا خضره لا والو، كيعجبوني هكا طبيعيين. وغادي ندير الزيتون نجيب كليناكس. الزيتون كحل نحيد ليه العظم ضروري، مكنخليش فهاد الصغار هكا بالعلف ديالو. وعاد ديك الساعة غادي ندير فرماج الإيطال أولا أي نوع ديال فرماج عندكم. أنا هكا هادي هي طريقتي وكتعجبني بهاد الطريقة هكا، وكتجي فغيمون معلكة مزيان مع هذيك الموتزاريلا ملي كتجيبها لتحت كتعطيها التعليكه. اصلا عندي كلشي طيب، لاباط ديجا راني طيبتها مستطيبه، ما عنديش شي حاجه كثيره اللي غادي غير ندخل اللي غادي تشد ليا الطياب في الفرن، غير غندخلها جات فاش غيدوب هذا الفرماج صافي. فوالا انتم شوفوا تبارك الله كي كتجي عامره، جربوا هاد الطريقه كيجيو بها زوينين، كيجيو فريمون معلكين وسورتو الا كانت الموتزاريلا زوينه. والموتزاريلا الا كنتو تاخذوها البنات في العبار في مرجان خذوا الراعي وتفكروني فيها. المهم نستمر بنفس الطريقه غادي نكملو. نسيت واحد لي طاب البصله، نورمالمون نديرو الموتزاريلا البصله شامبينيون والعمارة باش بيتعمرو في الزيتون والفرماج.
شديت هاد لي كيش نزلت فيهم شويه ديال البصله وبديت تنعمرهم بالثوم. انا كنفضل هاد الطريقه على انني نخلط هاد الطون وهذا مع ديك لاباغاي. علاش؟ حيت ما كتخويش في التساوي، شي كيجي فيه بزاف شي ما تقريبا ما تيجي فيه والو. هنا هي الحشوه تتهبط لتحت، واخا تحاولي توزعيها بالتساوي ما تجيش هي هذيك. داكشي علاش فضلت انا انني نزل هادو بوحدهم هكا، وديك الساعه غنصوب لاباغاي. بالنسبه لاباغاي حطيت ديجا كلشي حدايا. هنايا واحد البول درت فيها واحد جوج بيضات صغار، حيت انا شفتو لي كيش عندي ما كبرش بزاف. البيتزا ترا دخلتهم، غادي ندير هنايا نجيب معلقه فوالا. انتي باش تقرب في الوقت كتولي تتروني، هي جديده دابا. انا غادي ندير تقريبا واحد جوج معالق كبار هكاك ديال الكريم فخيش. تقدروا ديروا طانوسوس، تقدروا ديروا كريم فخيش ديال الطبخ ديك لي ليكيد، المهم تيبقى لكم الاختيار اللي عجبكم ديروا. غادي ندير هنايا واحد ثلاثة ديال الفرماجات، تقدروا ديروا مثلث عاوتاني ولا المربع. المهم هاد لاباغي هادي تجي بنينه، تجي من السما حتى تنسيما البنات، تقدروا تنسمو بأي حاجة. انا غادي ندير كيف لكم هنا الفرماج. غادي نجي غادي نضيف مليحه وبزار، وما غاديش نكثر الملحه، بزار شويه حيت غادي ندير الفرماج في لاباغاي، ما غاديش نكثر الملحه. هي ديجا راه الطاجين رديتو، رديت البيض الحريره درتها تسخن دابا، حيت صافي هاد لي زيتاب هادو تنخليهم انا لاخر لحظه. غادي نسم بالثومه بودر، غادي ندير معلقه صغيره ديال النشا. هاد النشا باش كتخليه كيجي شاد في راسو وهاد لاباغاي. وغادي ندير واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره، وهادي ديما تنقول لكم اختياريه، راه مره كنديرها مره لا، هي هي باش كتعطينا داك كيش كيجيو منفوخين، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. اللي بغى يزيد شويه ديال التحميره اولا مثلا بحال العطريه المكسيكيه وهذا يقدر يديرها، انا ما غنديرهاش حيت بغيتهم انا يتحمروا. غادي نحاول نخلط هكا مزيان. غادي نزيد واحد جوج معالق هكا ديال الحليب، حيت انا درت هاد الكريمه هادي كتكون ثقيله، الا درتو الكريمه لي ليكيد ما ديروش الحليب، ولكن هادي وضالون تقدروا تزيدوا الحليب. انا ندير غير جوج معالق، شتو هي كتجي ثقيله، ندير غير جوج معالق صافي. من بعد ما ضفت الحليب خلطت مزيان، حاولت نحل هذاك الفرماج. غادي نجي نضيف هنايا الجبن، تيبقى اختياري ندير انا شويه د الموتزاريلا. ما بغيتو البنات ما ديروش، تقدروا ما ديروش، المهم انا ندير شويه د الموتزاريلا وشويه د الايطال، ومازال غادي ندير شويه الفوق. فوالا غادي نخلط مزيان. صافي لاباغاي هي واجده عندي، غادي ندوز نبدا نعمر بها. نجيب معلقه صغيره ندوز ناخذ لي كيش ونبدا نعمر غير بشويه، ديجا لي كيش الصغار باش ما تخواش ليا الحشوه بهذه الطريقه. صافي غادي نستنى. اوبس كثرت شويه، نستمر بنفس الطريقه تنكمل هذه الكونتيتي اللي عندي كامله، ندخلها للفران عاوتاني. راه كلشي طيب غير الجهد اللي غيتحمر ليا هذا الفوق. صافي وغادي نخرجهم ونحط الطبله. العصير ما عرفتش كيبان لكم كاين لهيها، ها هو كيبان. صافي ديجا واجد، صافي دابا راه كنبدا نحط في الطوله. ها هي الطبيله ديالنا البنات وجدات ودن دابا مشي نوصل لينا هو الاول، دابا عاد جينا باش نفطروا. بالنسبه للحريره سخنت ديال البارح، كندير انا ديال 3 ايام وكنقسمها. ها هي الطخت ديال تشيز كيك الفرومبواز. ها هي البنات كي كتجي، المهم كتبغي نورمالمون باش تجي هادي شاده مزيان، راه باقي شويه ما شداتش، كتبغي تصايب على اتساع. هنايا حطيت كما العاده الشباكيه بريوات، حطيت كذلك شويه د الشريحه والتمر فوالا. وهنايا لي بيتزا ديالي هما كي كيجيو كيجيو عامرين. والكيش اللي بغيت نوريكم البنات شتو كي كيجي بومبي، كيجي زوين
جربوا هذيك لاباري مع اي حشوه كيما كانت صافي. حطيت لهم شويه البيض البلدي والماء وهذا هو فطورنا. الطويجين راه رديته عاوتاني كيطيب باش هكا مورا الفطور. يلاه 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 كنتكافوا مع داك الجميع والصلاه ديال التراويح نرتاحوا شويه. يلاه البنات غادي نفطروا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. بنات سالينا الفطور، جمعنا الدنيا تعاوننا حتى جمعنا كلشي. كان عندي شي دجاج بلدي غسلته، دابا جيت كنفرق كل حاجه. غادي نحاول هكا نديرهم في الميكات على حسب القياس ديالنا. حنايا كونجيلاتور ملي خليت الدجاج هنا مرقد مشيت للكونجيلاتور حاولت نرتبها، غير عزلت عاوتاني داكشي راكم عارفين مع الخدمه ديال الزربه عزلت كل حاجه بلاصتها. المهم انا غنسالي هنايا وغادي نغسل هاد المعينات ونعاود ندوز جافيل على هنا. ساليت كلشي، جمعت الدنيا جمعت الدار كلشي مجموع. دابا غادي ندوز باش نتعشاو كما العاده شويه ديال التيسير وطويجينا. ها هي حنايا البنات راه ما كنديروش نورمالمون طاجين في الفطور، غير شحال هادي ما كاينه الطواجن، غير هاد بعد الكونفينمون شبعنا طويجنات مع بحكم الخدمه وهذا ما كانش كيمكن ليا باش ندير الطاجين. داكشي علاش قلت لهم اليوم صافي ان شاء الله بدلو شويه راه طلعوا لينا الطواجن في الراس. يلا ندوز نتعشاو من بعد صافي غادي نمشي ندير لاغوتين ديالي وغادي نمشي نعس. عاد تفكرت البنات نبارطاجي معكم واحد لابليكاسيون زوينه هي سميتها اللوح المحفوظ. عرفتي البنات زوينه هادي هي باش كنصلي التراويح، هي هانتوما فيها الاحزاب ياك. وفاش مثلا انا فين خليتها دابا كتجي كديري بحث الانتقال لموقع التلاوه كيعطيك فين وصلتي في اخر صفحه او الاخر ولا سقريت. هي هادي دابا نهايه ربع الثالث من الحزب. دابا ان شاء الله خدامنا نبي نصلي غادي ندير هكا ولا فونتاج ديالي هي توقفي التليفون قدامك وتخليه وكتكليكي على هاد اللعيبه هادي تساهم وكيبدا كينزل بوحدو. شفتوه نتوما كتقراو هو كينزل بوحدو حتى كيوصل لهذا اللي تحت. يعني كل ركعه كتقراو فيها هاد الصفحه هادي كامله. فاش كتساليو كتجيو لهنايا ثلاثه النقط وكديروا تسجيل الثمن في موقع التلاوه. زعما فريمون سهله بالنسبه الا كانت كتزرب غتخرجوا غير نجيو للصفحه ديال لاكو نجيو لها ثلاثه النقط اعدادات. هنايا حجم الخط لا بيتكبروا الخط وتصغروا، وهنايا بطء القراءه كل ما زدتو هكا كل ما كتقل هذاك طلع عليك كطلع به الصوره. كل ما درتو هكا كل ما كتسرع. فريمون عجبني هاد التطبيق، كنت شفتو وصلنا غير في واحد الفيديو كنصيفطو ليا بابا في هذا في الواتساب وهو باش خدامه. والله الا سهل عليا القراءه احسن من انك تبقى تهزي المصحف تقراي فيه وتعاودي تحطيه في جنبك. انا جاتني هادي براتيك. يلا هنايا غادي نقول لكم بسلامه، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.